السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية والله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن الحدث وموعد الحدث، وحنتكلم على بعض الأخبار القادمة، حنتكلم على كل شيء بالتفصيل. فقبل ما نبدأ المقطع، أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ولا تنسى استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. خلينا نبدا بالتفاصيل. انتوا عارفين ان اليوم ظهر معانا العد التنازلي للحدث. طيب خلينا اخبركم على موعد الحدث بالتمام. الحدث حيكون يوم 4 يونيو يوم السبت ان شاء الله، يوم 4 يونيو يوم السبت ان شاء الله، الساعه 11 مساء بتوقيت السعوديه. لكن اذا من اي دوله عربيه، هذه مواعيد بعض الدول العربيه اللي يبغى يصورها يصورها عشان يعرف موعد الحدث. تمام. طيب حيكون الحدث اسمه الاصطدام، فورتنايت الاصطدام. انت عارفين قبل الحدث من 30 دقيقة تقفل جميع الأطوار، وحيظهر معانا طور الحدث لوحده. فقبل موعد الحدث بنص ساعة لازم تكون موجود علشان تقدر تحضر. تمام. انا حسوي حركة حلوة، حطوا ببالكم ان شاء الله وقت الحدث قبلها بساعة او ساعتين حشغل البث المباشر وحسويه في الحساب الخاص للمتابعين. هختار معايا 3 أشخاص يحضروا معايا الحدث. أهم شيء 3 أشخاص ما يكون عندهم إزعاج أو قلق، لأن أنت عارفين هذا بث مباشر ما ينفع فيه الأشياء هذه. طيب نظام الحدث هذه المرة حيكون غير الأحداث السابقة. يقول لك بالنسبة للحدث المباشر الاصطدام ستقتصر الردها على 4 أشخاص، يعني أنت ما تقدر تحط في الردها أو في اللوبي إلا 4 أشخاص، يعني كأنك داخل سكواد. في الأحداث السابقة في اللوبي أو في الردها يقدروا يتواجدوا 16 شخص يدخلوا مع بعض، بس هذه المرة ما يقدروا يدخلوا إلا 4. طب إذا أنت لوحدك عادي، حط تعبية وادخل، حيدخلوا معك أشخاص عشوائيين. فهمتوا كيف؟ طيب اللي حيحضر الحدث هيحصل على جائزتين، الأولى شاشة تحميل والثانية أغنية لوبي. صراحة إلى الآن ما ظهرت شاشة التحميل ولا أغنية اللوبي، بس هذه الأشياء حنحصلها مجانا إذا إحنا حضرنا الحدث. أنا حسوي حركة حلوة عشان تكون سهلة بالنسبة لكم. وقت موعد الحدث إن شاء الله حسوي البث المباشر. اللي ما يقدر يحضر الحدث أو ما يقدر يحضر البث المباشر، حسوي مقطع للحدث وحنزله في قناتي عشان اللي يبغى اليوم الثاني يقدر يشاهد، يقدر يشاهده بطريقة سهلة، لأن أنا عارف الأيام هذه في مدارس وفي ناس بتنام بدري فما يقدروا يحضروا الحدث. طيب عندنا الشيء الثاني، عندنا 4 أشخاص الظاهرين أمامكم، هذا اللي حيكونوا معنا في الحدث، وهذه صور لهم عشان تعرفوهم. طيب أباكم تركزوا معايا تمام في الصورة هذه. عندنا 4 أشخاص وعندنا 1 شخص ظاهر كده بالضباب، مو باين منه إلا حاجة بسيطة. هذا الشخص كثير من المسربين قالوا عنه، لحظة معايا، يقول لك المفسدين، هذا كلام كثير من المسربين. اعتقد 7 أنا بريد جيما قد مات، بريد جيما قد مات، لكن في الحقيقة أنه خاننا وانضم إلى النظام المتخيل. تم الكشف عن هذا رسميا في الكوميديا فورتنايت. الكوميديا هم قصدهم الكومينك، القصص اللي دائما بتنزل حقت فورتنايت. والآن يقولك بعد أن ظهرت هذه الصورة للحدث لم يكن لديه الكثير بمعنى إخفاء ذلك، يعني ما قدر يخفي نفسه إنه هو الخائن. فهمت كيف؟ بعد ما ظهرت هذه الصورة. طيب عندنا الشيء اللي بعده، لاحظوا معايا إذا أنتم تلاحظوا في الصورة هذه، ظهرت معانا هذه اللافتات حتكون موجودة في منطقة واحدة اللي هي السينما الصخرية. إذا أنت قربت منها ما هي مجرد صورة، لا، العداد يقعد يشتغل. بس أنا ما أعرف ليش ظهرت في منطقة واحدة اللي هي السينما الصخرية. عندنا الشيء اللي بعده اللي يقول لك هنا، يقول لك يحتوي المصادم الآن على قضبان شحن. لاحظوا معايا القضبان اللي لونه أحمر، وعندنا البقية لونها أسود وعددها 8. فهذه القضبان حتكون حتنور كل يوم واحدة إلى وقت موعد الحدث. بعضكم حضر الحدث اللي بيصير في المصادم وبعضكم لا. هذا مقطع صغير عنه. شفت كيف؟ طيب بعض المسربين قالوا الحركة هذه إنه بيفرغ شحن، وبعضهم بيقول لك لا هو بيشحن، وبعضهم بيقول لك لا هو بيرسل طاقة. هذه كلها مجرد آراء، لكن إلى الآن ما إحنا عارفين إيش السبب. لكن المصادم حيكون نفس النظام هذا، ويكون لون القضبان تبعه كله لونه أحمر. هذه الصورة بعض المسربين قالوا مسربة من موقع الحدث.
تمام. طيب الشيء اللي بعده عندنا الكولومبو. كثير من المشربين، وصراحة أنا بعد تفكير كثير كده استنتجت هذا الشيء، عندنا الكولومبو أول ما ظهر ظهر في نواحي الخريطة، يعني في المنطقة الجليدية في الخريطة، وبعد كده ظهر في المنطقة الصحراء في الجوانب. وكل ثلثاء في تحديث محتوى أو تحديث رسمي بيقرب شوية شوية للمصادر. فكثير من المسربين استنتجوا هذا الشيء إنه ممكن الكولومبو حيشارك معانا في الحدث. صراحة الحدث هذا كثير منهم قالوا إنه حيكون حدث أسطوري، فيعني حاولوا إنكم تحضروه قدر الإمكان. طب الشيء الثاني اللي هو الصورة هذه، صراحة يمكن 99 من المسربين قالوا إنه هذه صورة البيت الباس السيزن 3 شابتر 3 تمام. لكن انا صراحه ماني متاكد منها كثير، انا دائما احب شيء اتاكد منه اول، بعد كده هنزل مقطع خاص عنه. الى الان انا مستني حاجه واحده اللي هو حزمه الطاقم. لو تلاحظوا عندنا حزمه الطاقم موجود الرجل الالي تمام. انا منتظر حاجه واحده، اذا ظهرت حزمه الطاقم نفس الشكل نعرف ان الصوره هذه مؤكده 100%. لكن اذا حزمه الطاقم طلعت مختلفة فنعرف ان الصورة هذه مزورة، يعني واحد صممها. لانه بعد يومين من ظهور الصورة هذه ظهر الشيء هذا، يقول لك السكين هذا الموجود، شايفينه هذا الملثم، شايفين هذه الصورة، يقول لك السكين هذا ما حيكون في البيت الباس، وتأكدوا 100% انه ما حيكون في البيت الباس، لانه هذا السكين هذا حينزل في الايتم شوب، وظهر في التحديث الاخير، ولو كان انه سكين حينزل في الايتم شوب، بعد كده ظهرت انه هينزل في البيت الباس السيزن 3، وبعدها بثلاث ايام ظهر انه ما حيكون في البيت الباس. فهذا الشيء كده الان شككني تمام. اذا في سكين من السكينات اللي في الصوره ما حيكون في البيت الباس، يعني الصوره هذه ممكن تكون صحيحه وممكن لا. لكن انا منتظر حزمه الطاقم، اذا طلعت صحيحه 100% اجل حيكون هذا البيت الباس، واذا لا اجل هذه الصوره مصوره، يعني مزوره، يعني واحد صممها. طيب في الأخير عندنا الموقع هذا، الموقع هذا اليوم ظهر معنا جديد، تقدر تصمم منه بطاقات نفس الظاهر أمامكم، يعني أول ما تشغل الموقع يخيرك بين حاجتين، يا يعني إنك تنضم للسبعة أو الآي أو، وتقدر تحط السكين اللي يعجبك، أنا سويت منه بطاقة، لاحظوا شو، نظامه مرة سهل وفي منه عربي، وتقدر تشتري منه أشياء نفس نظام الأيتم شوب. صراحة نظامه مرة حلو، فإذا أنتم متحمسين للموقع أرسلوني في التعليقات، إن شاء الله أسوي لكم مقطع خاص يشرح لكم كل شيء عن الموقع، فهمت كيف؟ هذا كل شيء كان عن الحدث الجديد وعن الأخبار القادمة، إذا ظهرت معايا أخبار ثانية نفس ما عودتكم، هنزلها في المنتدى، وإذا تلمت معايا أخبار كثيرة هسوي لها مقطع خاص لوحدها. كده وصلنا لنهاية مقطعنا، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.